من الطبيعي جدا أن يختلف البشر في فهم النصوص الفلسفية أو الأدبية أو الدينية، فالحياة قائمة على الاختلاف، ويستحيل وجود شخصين متفقين في كل شيء. لذا يجب علينا قراءة نصوص المفكرين القدماء بطريقة لا تلغي الاختلاف، وإنما تؤسس لاختلاف مدني حضاري يعترف بالآخر، بحيث لا يتحول الاختلاف إلى خلاف يلغي الآخر بدلا من التكامل معه. ويمكن القول إننا نكون أوفياء للمفكرين القدماء عندما نقرأ ونفهم النصوص التراثية التي تركوها لنا، وعندما نوظفها بشكل نستفيد منه في واقعنا الحالي. ولكن ما المقصود بالتراث؟ التراث هو مجموعة النصوص الفلسفية والأدبية والدينية التي تركها لنا المفكرون القدماء، ويتضمن أيضا الأفكار والعادات القديمة التي نتلقاها منذ طفولتنا وتؤثر في طريقة تفكيرنا وفهمنا للأمور. كل الشعوب الحضارية استفادت من ماضيها ولم تأخذه كما هو، بل قامت بتفسيره وتأويله ليتناسب مع حاجتها. والسؤال هنا، ما الفرق بين مفهومي التفسير والتأويل فلسفيا؟ بالعودة إلى المعاجم الفلسفية والمراجع القديمة، نجد أن التفسير يأتي بمعنى الكشف والإظهار، فإذا وجد في الكلمة غموض تتم إزالته عن طريق التفسير. والفرق بين التفسير والتأويل أن التفسير يستعمل أكثر في الألفاظ ومفرداتها، أما التأويل فيستخدم أكثر في المعاني للتوفيق بين ظاهر النص وباطنه. وغاية التفسير أن يصير الشيء معقولا حتى يصبح المجهول معلوما والخفي واضحا. نقول فسرت الكلمة أو النصوص، أي تم توضيح دلالتها ومطالبها. ويعد مفهوم التأويل من المفاهيم القديمة في تاريخ الثقافة البشرية، ونجد ذلك في الأساطير القديمة التي أخذ أبطالها دور نقل المقاصد. وتأويل النصوص يتطلب استيعابها، وللفهم دور أساسي في عملية التأويل، لأنه يسهم في تجاوز ظاهر اللفظ والانتقال للبحث في المعنى. لقد كان الاهتمام بالتأويل نتيجة لمحاولة فهم النصوص، وبدأ في التاريخ العربي الوسيط مع ظهور حركة الترجمة، وينسب إلى العرب أول نشاط منظم وواسع النطاق في الترجمة عبر التاريخ، إذ حاولوا فهم الثقافات الأخرى والاستفادة من علومها وآدابها، لا سيما المؤلفات الفلسفية اليونانية. وقد نشطت مع نهاية العصر الأموي وبدايات العصر العباسي، لا سيما في عهد الخليفة المأمون الذي أنشأ في بيت الحكمة ببغداد مدرسة للترجمة ضمت مترجمين كثر أمثال حنين بن إسحاق وقسطى البعلبكي. ويمكن القول إن الترجمة هي فعل تأويلي، كونها لا يمكن أن تتقيد بالمعنى الحرفي للنصوص، بل تحاول أن تعطيها معنى جديدا يتناسب مع لغة الثقافة المنقول إليها النص. وازدادت حركة التأويل نشاطا مع ظهور علم الكلام الذي مثل التجربة الأولى لفهم ما وراء النص الديني دون التقيد بحرفية النص. لقد نشأ علم الكلام في محاولة لإثبات العقيدة الدينية الإسلامية باستخدام الحجج العقلية والمنطقية، إذ حاولت الفرق الكلامية وعلى رأسها فرقة المعتزلة والتي تنسب إلى واصل بن عطاء إعمال العقل في النص الديني وتأويله بما يتناسب مع الحجج المنطقية العقلية. وقد لعب المتكلمون بصورة عامة والمعتزلة بصورة خاصة دورا كبيرا في تأسيس وظهور علوم اللغة، خصوصا العلوم البلاغية، ومن بينها علم البيان والمعاني. لقد تطور مفهوم التأويل وحمل أبعادا جديدة مع الفلاسفة العرب الذين اطلعوا على ترجمات الكتب الفلسفية اليونانية، لا سيما كتب أرسطو وأشهرهم الفيلسوف الأندلسي أبو الوليد محمد بن رشد الذي لقب بالشارح كونه شرح أغلب كتب أرسطو وعلق عليها. لقد كان ابن رشد قاضيا كأبيه وجده،
وفي الوقت ذاته كان فقيها يمتلك ثقافة دينية، وقد ألف كتابا في الفقه هو بداية المجتهد ونهاية المقتصد. لذلك شكلت فلسفته حالة ثقافية فلسفية متميزة عن سابقاتها، نظرا لرؤيته العقلية وامتلاكه ثقافة موسوعية بالفلسفة اليونانية والفكر الإسلامي. وقد حدد معنى التأويل في كتابه فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال بأنه إخراج اللفظ من الدلالة الحقيقية الظاهرية إلى الدلالة المجازية. رأى ابن رشد أن تأويلات بعض الفرق الكلامية للنص الديني كانت تأويلات بعيدة كل البعد عن الفهم الصحيح لغايات الشريعة الدينية من جهة، وأساءت إلى الفلسفة العقلية من جهة أخرى، وأسهمت في زيادة الخلافات بين الناس حول فهم النص الديني وانقسام الناس إلى فرق متصارعة. ومرد ذلك هو ممارسة التأويل من قبل الذين لا يتقنون قواعده وعدم وجود قواعد واضحة لعملية التأويل. لذلك صنف ابن رشد الناس بحسب قدرتهم على التأويل وطريقة استدلالهم إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول هم الخطابيون، ولا يحق لهم التأويل كونهم يستندون في فهم غايات الدين والشريعة إلى مقدمات غير صحيحة. أما الصنف الثاني فهم الجدليون، وهؤلاء لا يحق لهم التأويل أيضا كونهم ينطلقون من مقدمات جدلية افتراضية ويستندون إلى مقدمات ظنية لا عقلية. أما الصنف الثالث فهم البرهانيون، وهؤلاء لهم الحق في التأويل لأنهم يعتمدون العقل وقواعد المنطق الذي هو علم قوانين الفكر، وهو سلاح كل ساع باتجاه الحقيقة. إذن لقد أعطى ابن رشد الأولوية في التأويل لأهل البرهان العقلي، وكان له الدور الأكبر في تأسيس تأويلية عربية، لأنه وضع قواعد التأويل للكشف عن الحقائق الباطنية الكامنة خلف المعنى الظاهري للنص الديني. فابن رشد يستشهد بآيات القرآن الكريم لإثبات ضرورة استخدام العقل، كقوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. فالاعتبار هو النظر العقلي في موجودات هذا الكون عند ابن رشد، الذي وسع دائرة التأويل لتشمل قضايا وجودية وفلسفية. وقد تأسس تيار باسم ابن رشد في أوروبا هو تيار الرشدية اللاتينية على يد سيجر دوبرابانت، واستمر حضور هذا التيار حتى القرن السادس عشر. وفي العصر الحديث نلاحظ أن الفكر العربي الحديث والمعاصر قد تأثر بالمنهجيات والاتجاهات الفكرية الغربية التي تخص العلوم الإنسانية، وقد أدى هذا التأثر إلى اختلاف القراءات التأويلية للتراث وتنوعها. والسؤال هنا: لماذا اتجه المفكرون العرب لدراسة التراث وتأويله؟ لقد أراد المفكرون العرب دراسته كونه لا زال مؤثرا في واقعنا الحاضر، فقد تم تناقل الأفكار والتأويلات القديمة التي أسهمت في تشكيل بنية وعينا. وأهم الاتجاهات التي اهتمت بدراسة التراث هي الاتجاه المادي التاريخي، أو لنقل المادي الجدلي، الذي يمثله المفكر العربي اللبناني حسين مروة، الذي قامت قراءته للتراث العربي على مبدأ هو الخروج بقضية التراث من كونها قضية الماضي إلى كونها قضية الحاضر نفسه. ونتيجة لتبني حسين مروة للمنهج المادي الجدلي، فقد سعى إلى إقامة علاقة جدلية بين ما أنجز في الماضي وما يمكن إنجازه في المستقبل، ودراسة العلاقة بين التراث والحداثة وآليات استيعاب التراث. لقد رفض حسين مروة القراءات العرقية والعنصرية للتراث كما ظهرت عند بعض المستشرقين الغربيين الذين درسوا الثقافة الشرقية. فأرنست رينان عد العقل العربي عاجزا عن تقديم فلسفة عقلية خالصة كونه مؤطرا بالفكر الديني. وأسس مروة مشروعه الفكري على النظرة التاريخية العلمية من خلال البحث في الجذور السياسية والتاريخية التي أنتجت الأفكار بعيدا عن التصورات المثالية.
أما الاتجاه الثاني هو الاتجاه التاريخي الفكري، ويمثله المفكر المغربي عبد الله العروي الذي حدد دور المؤرخ المؤول بترتيب الحدث التاريخي وقراءته قراءة منظمة واعية لملء الفراغ التاريخي كدراسة العوامل التي أسهمت في اليقظة العربية من خلال النظرة الكلية والشمولية لحركة التاريخ والبحث في بنيته ومضامينه ورموزه. ويرى العروي أن التاريخ يتعرض لكثير من التشويهات، فإما أن يتم تضخيم أحداث وتجاوز الواقع من جهة كالمبالغة في إعطاء أهمية لشخصيات تاريخية قديمة كالسلاطين العثمانيين، ومن جهة ثانية إهمال ما يخالف الأفكار التي يعتقد بها المؤرخ كإهمال مؤرخي الحركة الصهيونية لكل ما يخالف معتقداتهم ومصالحهم، وهذا يشل حركة التاريخ ويجعل الحدث التاريخي خارج سياقه. أما الاتجاه الثالث فهو الاتجاه البنيوي في التأويل، ويعد المفكر المغربي محمد عابد الجابري يدعون الجابري إلى الانطلاق في دراسة التراث من النصوص كما هي مخطط لنا، بحيث تجد كل فكرة مكانها الطبيعي القابل للتبرير داخل الكل، واستخلاص معنى النص من خلال العلاقات القائمة بين أجزائه، والتحرر من الفهم الذي تؤسسه الأحكام المسبقة عن التراث أو الرغبات الحاضرة. فالمدينة الفاضلة أو الكاملة التي تحدث عنها فلاسفة العرب كالفارابي وابن قول إن التأويل أصبح مطلبا ملحا في الحياة الفكرية المعاصرة بهدف فهم نصوص الماضي وأثرها على الحاضر ورسم تبرز أهميته، لأنه يقلص التباعد بين ثقافة الماضي والحاضر ويحد من الصراع بين ثقافات وعقائد الشعوب، فهو أسلوب في الفهم والمعرفة وليس مذهبا ولا نظرية. فالتأويل يتناول كافة موضوعات كونه يعتمد البراهين العقلية والحجج المنطقية ويسهم في تقدم المجتمع والارتقاء بوعي أفراده